فما سؤال محرج والله انا حبيت نسال وراك. مثال شكرا. ورحمه امي هو موجود عندي وتو قريته انا من طبيعي راني ما نقراش لسه قبل ما نحضر. اه يعرفوني جماعه. راني ندخل للبرنامج هذايا عندي هاللوريات هذه نؤمن بانه معد ولا معده تبدا ورايا هنايا وتسير المنشط وتسير ليميسيون ويسير المنشط ويسير ليميسيون. هالاوراق وهالوحدين هذوما المنشط لازم يتفرغ للتنشيط برك. اما باش نقرا لك الحاجه. تحكي على انك في علاقه غراميه مع الشاب وسيم. وهبطوا تصاور وهبطوا تصاور وانت نعرفوك معرسه. هذا متصور اللي نشوفوا فيهم شو الحكايه. معناها انت جبتني لهنا باش تحكي لي في لا. خصوصياتي سامحني على قل لي لا 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 قل لي انا هذا السؤال عندي ورحمه امي لا ريتو. اذا كان هذا يوزر انا عمري جيت دخلت فيك مثلا انت لا يا بنتي ابدا عمري جيت قلت لك شبيك انا سامحوني جاوبوني على سؤال يا اخي الحب حرام يا بنتي حبيته سبحان الله تفرجك الزين والعين هذاك ما يتحبش سامحني قداش عمرك يا مدام سامحني شنو انت قداش عمرك يا مدام قداش نزيد عليه نزيد عليه حكايه 17 سنه راه بيني وبينه سبت... اي الحب حرام سامحني الحب حرام لا ماهوش حرام فما بالك بحب كبير معني انا هو عمره 28 يمكن انا نحبه في مخيلتي نتصور فيه 29 سنه مش 28 سنه يا هادي شكون هذا نورمال يا اخي تخليلها في مخها صحيح سيدي من هكايا معني اغفر ربي نجله اختي شنو هذي؟ تخللها في مخها حرقت معها مع الطرح ومانيش نكذب لا والله باهي باهي مانيش نكذب كي نقول لك هذيك 29 سنة مانيش نكذب حبيبي عام قبل ما نولدوا هذيك والدي الكبير ملوك مقويك يا مهي مقويك والله والله مهي والله مهي عندها بوتنسيال في التلفزيون بارك الله ما نعرفش هي مش فايقه بيه ولا اصحاب القنوات التلفزيونيه مش فايقين بيه خاطر ما هيك تحطها في الصحن اللي لازمها تتحط فيه راهي تعطيك حاجه مختلفه تماما انا غضتني برشا ما هي تتحط في بلايص في نسمه لقيتها في بلاصتها مشيت عطار الباقي كله مشكلة منتجين زاده ومخرجين زاده ومعدين اللي ما يحطوش المرشط والا الكرونيكور ولا في بلاصته في مكان اما من الفنانين من الممثلين ريت اش عملت توا هشام ريت المونولوج اللي عملته والله والميه والله صدقت انا في صدقتك انا صدقتها الا ما قال لي مروان قال لي ليه راه ولدها شنو والله حبيت نقول لك حاجه بركه هي معناها سامحوني في الكلمه ولو يتفرجوا فينا الناس الله يهلك ولاد الحرام على خاطر راهو تصوري هكا مع ولدي شفت خرجوا دعايه وخرجوا دعايه كوم كوا اغزر ما هيش تور ومع شكون حب نقول لهم اللي هذا ولدي الكبير وعندي وليد اخر اللي هو رابور اللي هو بارودي معناه بارودي وعندي زيد عمر والثلاثه نحبهم بنفس الحب ونموت عليهم ربي يفضلهم مش مشكل نزيدهم حاجة أخرى زي